بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم بدي احكي لكم حكاية رح ابدأ فيها على السريع. بدي سليكم وابسطكم، المعروف معكم ما بيضيع. انتوا هالكم واحد ووحدة من شان خاطركم عم اترك شغلي واشتغل حكواتي، وليكني عامل حسابكم بضيافة جايب لكم معي هيطلية من عند البغجاتي. بس قبل ما نبدأ حكايتنا، يا عيني ويا روحي ويا سلام، سمعوني الصلاة على النبي صاحب النور التمام صلى الله عليه وسلم. هذا يا سيدي كان في صبية ساكنة بحارة الورد، بيتها بالدخلة جوا بالزابوقة، لا شوب ولا برد، ساكنة لحالها. أمها وأبوها أطوكن عمرهم وما جابوا غيرها، وستها حوتها وربتها، ومن سنتين عطتكن عمرها. ومعلومكن العم والخال صعب السكنة عندهم مهما خفت سئلتها الوحدة وقل زادها، والعم والخالي كل وحدة بحالها، يا دوبها جوزها أولادها. درية هالبنت الشامية اليتيمة يلي إلها عيلة كبيرة كتير وكلهم بيحبوها، طوال نهارها الناس حواليها، وآخر هالليل كل وحدة بتضم جوزها وولادها وبيتركوها، وبتقعد بتصفن بيروح فكرها لبعيد، وتاني يوم نفس السيرة ونفس القصة من جديد. بيتها لدرية مثل ما قلت لكم بدخلة وزابوقة، وبابه بدورة وباللختي على اليمين، ما بيجيها إلا اللي قاصدها، لا بيدق بابها بياع حلي ولا بياع سلقين. وبيوم من الأيام كانت قاعدة وصافنة بحالها وأحوالها وبهالدنيا أشكال وألوان، قاعدة بالمشرقة عم تطلع على السقف وعلى الحيطان، لقيت هالسقف مهرهير والحيط مرطب والباب خشب ومكرمش مثل الخيار. وطلعت هيك على الشباك لقيت في دمل ماشي على الزيق، الظاهر جاي من أرض الديار. قالت لحالها والله هالبيت بده شغل، شقي وهرهر وصار بده دهان، البلاط مقبع والمي عم تزرق ولازمته نفضة من زمان. وقامت على الحارق، فتحت الخزانة طالعت الصرة وفتحتها، عدت المصاري فيها وحسبت الحسبة وصفلت شوي وربطتها ورجعتها، وراحت خسلت وشها وتمضمضت وربطت شعراتها وتسطحت بدها تنام. وصفنت شوي بعدين ابتسمت وهزت راسها، يا سلام، ورب بكرة بيدبر بكرة وتصبحوا على خير.